والله العظيم توي على بالي قاعد يطلع نزول ولا لا؟ صار لهم. انا دعوتي على امريكا ما استجابت، انا دعوتي ما استجابت على الناس اللي ظلمتني. الحمد لله الحمد لله. شو متابعيني مو بقوية دوا متابعيني، حتى لو شخصين يتابعوني اموت فيهم. ايش ما اسكن عندهم؟ لا مو احسن من البيت، ما في مكان يعني. لازم تسوين حق شفايفي بقصهم فوق. اوكي ان شاء الله. الكاس من خديجة شوي الكاس، خلينا نسكت. هذا حلقي لي قاعد اقول له اليوم احلق لك احلق لك، يقول لها خلاص ما بيعلى الحين قرعه. يوسف يلا حلاقه. بحلقه يلا خلي حلقك. شنو لا انت ما تشغل، يلا يلا حلقك. ما بي ليش شنو شرها علي انا اللي بحلقك اذا احلى لا بتفضل. واحد عنده حلال، شو الفايدة واحد عنده فلوس وما عنده أخلاق؟ إيش فايدة واحد عنده فلوس وما يحبك؟ خلي عنده فلوس يخلي فلوسه حقه، خلي معهم حق قبره. أنا ما جامل، أنا قاعد أتكلم الحق. يعني شوفوا في مواضيع وايد أهم منك تفتحين موضوع كمام، وموضوع إن ليش يودون حق هادي البلوجرز وحق هادي، ليش يودون حق حليمة كمام، ليش ما شنو؟ يعني الحين ناس قاعدة وضعية كورونا، اسكت. ناس قاعدة وضعية كورونا، أنا قاعد أتكلم بالحق. قلت لهم تكلموا بس أول شيء أخذوا الأولويات. الأولويات وزارة التربية، ما نعرف شنو صار على الطلبة. هل الطلبة بيداومون ولا مهم داومين؟ بيخلصون الفصل الدراسي ولا متحسبين ينجحونهم؟ هذا أهم. إنزين هذا أهم. لا مو عشان صديقتي أتكلم بالحق، بأتكلم بالحق. لما أنت عندك دولة إنزين الحين مزعزعة سكانها، يعني الناس عايشة برهبة بخوف. أتكلم شيء إنزين. إنزين أتكلم شيء بالعيشة اللي أنا عايشتها، وبعدين الشركة إيه اللي جايبت لي إياه؟ أنا مالي دم. الشركة إيه اللي جايبت لي إياه؟ وثاني شيء نبي نتكلم عن التربية، نبي نتكلم عن اللي طلعوا البحر وقاعد يسوون، نبي نتكلم عن شيء يعني نتكلموا بالحق شوية. في ناس محتاجة كمامات. زين هي شكو، زين الناس محتاجة. هي شكو، هي شكو بالذمة. اي انا بعرف، انا نحشت فوق جيت فوق. انا ما اجامل، انا اتحكي حكي الصراحة. تكلموا بالشيء اللي يخص الدولة. خلوا البلوجرات، خلوا الفاشينيستات الحين، خلوا ما شنو يعني. هي شكو تكلموا. انت 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 مكانك تتكلم شيء يخص وطنك، شيء يخص وطنك، ومو شيء يخص البلوجرز والفاشينيستا. عن خيرك تتابعها، عن خيرك. الكل يلبس، الكل. واذا ما لبسوا الجمعيات لما تدشين قاعد يوزعون لك، الحكومه ما قاعد تقصر. المستوصفات قاعد يعطونك، كل مكان قاعد يعطونك. حكومتنا ما تقصر. بس بعرف سالفه الملاقيف اللي يتكلمون موضوع ما عندهم موضوع يتكلمون، لان الظاهر قال لهم لا تتكلمون عن اي موضوع.
فك حلجك. اي فلتر فلتر. لا يعني صدق تكلموا بالواقع، صيروا حقانيين يا ناس، صيروا حقانيين. يعني الحين احنا اوب راح الفلتر، احنا الحين كذي معلقين اوكي، معلقين صدق. اليهال والكبار شنو وضعهم بالدراسة؟ شنو وضعهم؟ عطوني شنو وضعهم؟ نجحوهم؟ نجحوهم؟ انزين خلصوا العام الدراسي؟ كم معطيتني حليمة صج؟ أوه أوه حليمة معطيتني طيبة قلبها، وإذا عطتني رفيشتي وأنا عطيتها من حب، وعطتني من حب وتقدير واهتمام. أنتي شكو، أنتي شكو. وفي ناس تقول تتلزقين ما تتلزقين، إيه أنا أتلزق، إيش تبون أنتوا؟ أنتوا إيش حاركم؟ إيش حاركم؟ مو أنا قاعد أتكلم بالحق، أنا أتكلم بالحق. في أمور لازم نتكلم فيها، في أمور لازم نشوفها، غير الموضوع إيش معنى عطوا هذا الشركة. هي شكو، هي عليها إن تستقبل اتصالات، بس هي عليها تستقبل اتصالات ومثلا يقولون كذي، هي ما لها شغل. واحد مو موجود من حاش لعيني يتكلم، هذا في خير خليه هني، في خير خليه هني، او واحده من دول الخليج اللي قاعد يتكلم، اما مو واحد تحكوا. شنو امي شنو اعلنت انك ما نعم انا قليلة ادب اوكي، انا قليلة ادب انت اشتبين، انا واحنا مو متربية انت اشتبين. اجري يا عمري امي ما تتكلم فيني، واذا تكلمت فيني محللة انت اشتبين. استحي على وجهك تقول عن امي كذي.